السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شاري نيوز، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. معنا واحد الحالة إنسانية، واحد السيد سميتو عبد الرحيم نصيف، اللي الابن ديالو دار واحد الحادثة تسير لظروف قاهرة، جا هذا الشيء هذا كثير بزاف، بأنه كيشري خاصو ماتيريال، خاصو أدوية، خاصو بزاف ديال الحوايج. نحاولوا نشوفوا الأخ عبد الرحيم، نشوفوا شنو غيقولنا في هذا الموضوع هذا. واش نقول لك، انا الحاله المدونه ديالي قديم، ما عنديش، ما خدامش فعلا، ما عندي لا ميتيال لا كيس لا والو. عندي ولدي داك السيده، عندي الدواء تقريبا 1300 درهم في 3 ايام، وعندي الماتيريال تقريبا 2 مليون و200 الف فرانك اللي باش نشريو، والدواء شي لاخر كاين شي حاجه اللي كتشريها ب 200 درهم 180 درهم حتى 1300 اللي كاين الحد ديال الدواء. كل 3 ايام خصك تشري الدواء تجيبو لي. هذا هو اللي كاين. الولد كيفاش وقع عليه؟ الولد كان غادي في الطريق، وصل المركب غادي في الموتور، وصاحبو عمر عليهم واحد الموطوموبيل، كلاكسون عليهم على ما كيقول الدري اللي معاه. من الدري ولدي دار يشوف شكون اللي كيكلاكسون عليه، دخل في البلاكة، مشى لي وجهو، مهرس لي 3 8 تهريسات في وجهو، مهرس هنا في كتفو، ومهرس في الورك، ومهرس هنا في الستر ديالو، مقصح فيه القلب وسميتو، المهم الدات ديالو كلها واكله العصا. هذا هو اللي كاين، وبين المحسنين اللي كاين شي محسن اللي يتعاون معنا في هذا الشيء. الله يجزيهم بخير. فين وصلتي في المصاريف دابا؟ وصلت تقريبا المصاريف راه جايه لواحد 35000 درهم تقريبا اللي وصلت فيها انا دابا. منين كتجيك هاد المصاريف؟ كل مره شنو كنتسلفها من عند الناس، وكاين شي واحد اللي كيعرفني كيجيب لي ديك البركه كنقضي بها. هذا هو اللي كاين. وبالنسبه انت منقاطيني دور الصفيح ديال دوار الصهد، وانت مقبل على واحد الاستفاده اللي خاصك لها 11 مليون. داكشي اللي كاين، داكشي اللي شحال عندك من هاد 11 مليون؟ ما عندي فيها تغيير، كنكذب عليك والله، ما عندي فيها سنتيم. الله اللي عندنا هو اللي كاين معنا دابا. شنو الرسالة ديالك للمحسنين؟ الرسالة ديالي يتعاونوا معايا على ولدي، واللي جات من عند المحسنين الله يخلف عليهم، هادشي اللي كاين. وشنو الرسالة ديالك للمسؤولين اللي مكلفين بالملف ديال دور الصفيح؟ حنا بغيناهم يتعاونوا مع المساكين، مع الدراويش، مع الناس اللي ما عندوش، اللي ما عندوش، راه كاين اللي ما عنده حتى ليله هنا، يجي يشوف السكنة كي داير، يجيو غيشوفوا، يدخلوا على الناس يشوفهم كي داير الحالة ديالهم كي داير في السكنة. الرسالة ديال خونا عبد الرحيم كانت واضحة، نتمنى من الله من المحسنين يشوفوا بالأخ ديال عبد الرحيم بعين الرحمة، لأنه ولده كيمر في واحد الحالة صعيبة، صعيبة بزاف، والظروف المادية ديالو ما كتسمحش ليه باش يغطي هاد المصاريف كاملة، من الماتريال اللي طلبوا ليه في السبيطار، ولا الأدوية، هاد الشيء كامل حمل ثقيل على الكتاف ديال خونا عبد الرحيم. نتمنوا على الله تبارطاجيو هذا الفيديو لاقصى مدى، باش ان شاء الله يوصل للقلوب الرحيمه ويتعاطفوا مع خونا عبد الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله.